السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج دي فايف ريندر من برنامج كويس في موضوع ريندر. ممكن تغير الماتيريال مثلا لو انت حابب. خلينا ناخد مثلا ماتيريال زي كده، او خلينا ناخد حاجة مختلفة شوية. تمام، بتبدأ تحط الماتيريال زي ما انت عايز، تقدر تعدل فيها، تقدر تعدل في دي لون الماتيريال النورمال، تقدر تخليها نورمال زي ما انت شايف التأثير بيحصل على طول. تقدر تعدل في الروتنس زي ما انت عايز، في مكتبة حلوة جدا. شايف الأرقام؟ في مثلا الفلور، في عندنا 352 نوع، أي واحد فيهم يعجبك بتدوس عليه وتقول له داونلود فبيبدأ يتحمل. اول ما دوست عليه بدأت الخصائص تتعدل هنا، بحيث ان انت تقدر تتحكم فيها اكتر. بالشكل دوت، دي الخامة الموجودة، تقدر تعدل في النورمال، تقدر تعدل في الروتنس. نقدر نيجي من هنا ونقول له احنا عايزين موديل، فبيبدأ يجيب لي بعض الحاجات. مثلا ممكن تحط مثلا كرسي، تسحب الكرسي وتحطه على طول بيتحمل اهوت. تقدر تشوف انت عايز تحط الكرسي فين. ممكن مثلا ديت، ممكن مثلا احطها هنا اهيت. عندك مكتبة كبيرة جدا 7500. تمام، ممكن نقول احنا عايزين مؤثرات زي مثلا دخان مثلا او نار او كذا، فبتبدأ تختار المؤثر اللي انت عايزه. واي حاجة انت بتختارها هو بيبدأ يجيب لك ان انت تقدر تعدل في الخصائص والالوان بتاعتها وكل حاجة. مثلا نحطها هنا على الترابيزة ديت بالشكل دوت، وتقدر ان انت تتحركها في المكان اللي انت عايزه. طيب بعد ما حطينا الماتيريال ممكن نقول له احنا عايزين نعمل مثلا فيديو. تمام، نقول له مثلا احنا عايزين كليب جديد، ضيفنا لقطة هنا. وممكن نلعب في، يعني ممكن تتحرك الكاميرا او تلعب في المؤثرات، مثلا زي مثلا ان احنا نخلي الجو مثلا بالليل شوية بالشكل دوت، ونلقط لقطة. يحس ان انت تبدأ تشوف الجو يكون بالليل هيبقى عامل ازاي، او شكلها هيبقى عامل ازاي بالليل. ممكن تلقط لقطة كمان كده. تمام، ودي نخليها برضو بالليل اهي. لما تعمل الرندر هتبقى فيها وضوح اكتر. تمام، هتلاقي هنا بقى ان انت عايز الريزولوشن بتاعك قد ايه، ممكن تعلي عن كده. الفورمات بتاعك قد ايه، تقدر تقول له بقى انا عايز اعمل الرندر، فبيقول لك هتسيف الملف ده بتاعك فين.